السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. غبرت عليكم هاد الأيامات، كنت مريضة شوية، كنت عيانة. اليوم غندير معاكم واحد المخمار صحي، غنحتاجو فيه كنديرو زلافة ديال القمح بالنخالة ديالو، وكنديرو الفينو زلافة قد القمح قد الفينو، ما كنديرش فيه الفورص، والمدافي باش غنعجنو، شوية الملح على حسب الذوق، والخميرة. الخميرة القوية كنحتاجو، بسم الله، معلقة كبيرة شوية، ما عامراش بزاف، مليحة على حسب الذوق. غنخلطو هادشي كامل، بسم الله، غنبداو دابا ان شاء الله. غنبداو نعجنو دابا ان شاء الله. هذا كيبغي يطلق مع الفينو والقمح ديال الدار كيشربو، خاصو يطلق مزيان. من بعد ما جمعناها حنا كندركو فيها، خاصها ترخف شويه. من بعد ما جمعناها هو الشتي كيجي مرخوق، غنخلوه يرتاح واحد شوي، هدا فاش غنلبو ونقرصو ان شاء الله، نخلوه حتى يخمر في القصعة ديالنا. هيا العجينة ديالنا ترخات وخمرات شوية، دابا غنبداو نلبو فيها باش نقرصوه، ونخليوها تخمر. ها هو الفينو ديالنا، دابا باش نلبوها. الشورة مطلوقة، قرصنا المخمر ديالنا وغنخلوه يخمر واحد شويه، هذا فاش غنبداو نطيبو فيه. احنا درنا المقله ديالنا سخون، ها هي بدات كتسخن، بسم الله، غرمناو المخمره ديالنا. غنقلبوها، غنقلبوها
فيه باش يتحمر كله. اول ما الخضر ديالنا بدا كيتحمر، شوف بدا كيطلع، ها بدا يتنفخ دابا. هو باش يتحمر لينا كاملين كندير عليه بحال هكا الكاسرونه. شو غنخمرات تحمرات من هنا ملي كنديروا عليها الكاسرونه خاويه وتحمرات من هنا. دابا غنرمي وحده اخرى. ها المخمر ديالنا هو وجد، كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي زوين، جربوه وبصحتكم.